زين هسه نجي بالحالتين بالهوموجينيوس وبالنون هوموجينيوس. طبعا بنهاية المحاضرة راح اكتب لكم انه شنو يعني سان شرحت بس ما كتبتها انه شنو الهوموجينيوس وشنو النون هوموجينيوس. فبنهاية المحاضرة راح اكتب لكم في الملاحظة عليهن لأن نسيت أكتبها. زين هسه هذا الكلام اللي راح نقوله يشمل اثنينهن. من الأوصل النقطة اللي تفرق الهوموجينيوس عن الهوموجينيوس أكتبها. المعادلة اللي طلعت عندنا بدلالة ال D وال D داش اللي سميناها F of D and D داش في Z equal 0 أو equal 0 سميناها، وقلنا لأن في z equal 0 يعني بالنتيجة راح أقول إنه هذا equal 0. فهاي المعادلة اللي من عندها قلنا نطلع الـ complementary function، إذا أحولها بدلالة الـ m يعني شلون أقول let d equal m. And d dash equal to 1 راح أحصل على معادلة بالشكل التالي، نفس هذيك راح تكون بهالشكل a not m أس n plus a1 في m أس n ماينس واحد اللي هي كانت دي أس إم أس إن ماينس واحد في دي داش. الدي داش هي واحد فما أكتبها بلس إلى أن أوصل إلى أي إن في دي داش أس إن والدي داش واحد فما أكتبها يساوي زيرو. هذه أسميها سكولد the auxiliary equation يعني المعادلة المساعدة. زين الام وال من أحل هاي المعادلة بالنسبة للأم راح أحصل على قيم للأم اللي هي M1, M2, M3 هذين نسميهن الروتس مال الإيكويجن. When solve the above equation we get M1, M2, M3 إلى آخره إلى Mn. Which called the roots جذور المعادلة. هسه لحد الآن احنا ما مبتعدين عن النون هوموجينوس، بس احنا هسه هذا كلامنا يشمل الهوموجينوس. الآن البروسيجر مال الحل مالتي أو شكل الكومبليمنتري فانكشن، أنا قلت شنو الهدف من هذا كله، أريد أوجد الكومبليمنتري فانكشن حتى أقول إن الكومبليت سوليوشن يساوي الكومبليمنتري فانكشن بلس البارتيكولار انتجرال اللي هو صفر.
فشكل الكومبلمنتري فانكشن يعتمد على هذني روتس. في حال كان هذني روتس منفصلات، يعني القيم مختلفة، مثلا 2 3 6 0 1 2 وإلى آخره، الكومبلمنتري فانكشن يكون شكله بالشكل التالي: complementary function equal f1 of y plus m1 x plus f2 of y plus m2 x. بلس إلى آخره وصولا إلى fn of y plus m n x. هذا f the roots are not equal أو منفصل، are distinct يعني not equal if the roots are distinct منفصلة غير متشابهة. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية: if the roots are equal, if some roots are equal, مثلا 2 أو 3 أو إلى آخره. If some roots, يعني نقول if all roots, إذا جميع ال roots، هنا نقول if some roots are equal. The complementary function شرح تكون مثلا هنا من يكون عندي equal، يعني مثال example انه ال m1 equal m2 نسميها m مثلا، بينما ال m3 لا تختلف مثلا. Complementary function هنا شو راح يكون؟ نفس هذا f1 of y plus m1x اللي هي m plus f2 of y plus m2x اللي هي m الثالث بعد يختلف f3 of y plus m3 x plus إلى آخر. هنا اللي متشابهات اللي بيهن m أرفع درجة ال x. هنا بالحقيقة هو شكو، هنا أنا أكو عندي x أس، يعني حتى أريد أبسط لكم إياها، أرفع درجة ال x. هنا أنا ال x الصفر، أكو بالبداية هنا أنا x الصفر اللي هي واحد، هنا أنا أخلي x يعني يم آخر واحد متشابه أخلي x. إذا كان عندي ال m3 هم، يعني مثلاً or complementary function مثلا the example m1 equal m2 equal m3 equal m مثلا complementary function تصير f1 of y plus mx plus x في f2 y plus
ام اكس بلس اكس سكوير اصعد. شوف هنا أنا صفر واحد اثنين اف ثري اوف واي بلس ام اكس، بعدني بالام اللي هي متشابهة، بعدين اروح على اليمن على الغير متشابه بعد اقطع الاكس اف فور اوف واي بلس ام فور اكس بلس، الى ان نوصل الى اف ان اوف واي بلس ام ان اكس. هاي احتاج شوية اركز بيها، هذه احفظها حتى اقدر استخدمها بالحل. خلينا نشوف هذا الحكي شلون نطبقه بمثال. لو ناخذ ال non homogeneous فد مرة، خليها ال non homogeneous بفيديو ثاني. خلينا ناخذ مثال، example solve d square minus 5 d dash plus 6 d dash square phi z equal to 0. مثل ما تلاحظون طبعا ممكن السؤال يجي بدلالة ال d وال d dash، أو ممكن يجي بدلالة ال partial z by partial x وأنت تحوله إلى ال d وال d dash. مثل ما تلاحظون هنا هذه هي من ال second order equation partial differential equation. يعني هنا هذه هي ال partial square z by partial x square، وهذه partial square z by partial x partial y، وهذه partial square z by partial y square. هسه هذه solution هنا هو مختصر لخطوة مكان ال partial z وكذا، حول لي اياها بدلالة d و d dash. انا اجي الخطوة الاولى شو اسوي؟ احولها بدلالة ال m، اجي اقول انه ال d equal m وال d dash equal 1. ستة هاي ممكن تكتبها او ممكن مباشرة تكتب المعادلة، بس حتى اوضح لكم put d equal m d dash equal 1 then the auxiliary equation is m square minus 5m في 1 plus 6 في 1 square equal 0. زين هسه احل هاي المعادلة للام. solve for m حصل m minus 2 افتح قوسين و m minus 3 equal 0، ومن عنده راح احصل حلين للام
إذن M equal M1 equal 2 و M2 equal 3. إما الـ M تساوي 2 أو يعني إما M minus 2 equal 0 وبالتالي M equal 2 أو M minus 3 equal 0 وبالتالي M equal 3. فعندي قيمتين للأم، هذين القيمتين مثل ما لاحظ مختلفة، يعني تنطبق عليها الحالة الأولى. احنا طبعا هذا فقط للتوضيح عندك الحالة الأولى، بعدين انت مظل تفكر حالة أولى وحالة ثانية. إذا صار متشابهات تضيف X بالأخير. إذن complementary function تساوي مثل ما حكينا هنا f1 of y plus m1 x، m1 ايش قد؟ 2x plus f2 of y plus m2x اللي هي 3. هذا هو الـ complementary function. الـ particular integral equal 0 لأن هذا 0. إذن the complete solution is Z equal complementary function plus particular integral ويساوي Z equal F1 of نزل هذا Y plus 2X plus F2 of Y plus 3X. هذا هو ال complete solution. خلينا ناخذ مثال ثاني. example، نشوف مثال بحيث اكو بهن تساوي. شوف هنا أنا راح أنطيك إياها بدلالة ال d square z، دلالة ال partial z، يعني partial cube z by partial x cube مشتقة الثالث minus 4 partial cube z by partial x square partial y plus 4 partial cube z by partial x partial y square equal 0. solution مثل ما تلاحظ هنا هي من ال third order partial differential equation، جميع الحدود بها مشتقة والمشتقة من order متساوي. إذن هذه homogeneous third order partial differential equation. الخطوة الأولى أحولها بدلالة ال d وال d داش، أقول given هذه شنو d كيوب، لأن قلنا ال d z by d x partial z by partial x هو الدي، العفو partial by partial x هو الدي والزيت تنطلع برا partial. هنا دي كيوب minus 4 دي سكوير في
دي داش انت باوع على الجو بلس 4 دي في دي داش سكوير هذا كله في زيت equals 0 مثل ما قلنا السؤال ممكن يبدي من هنا ممكن يبدي من هنا زين طبعا اذا بدا من هنا انت هسه راح تميزها انه هذه يعني تنتمي انت من السؤال الى محاضرة اليوم اللي هي السكند اوردر فما فوق لان بغير مكان ما حكينا بهالرموز بس انا غالبا اجيب لكم اياها بهالشكل زين الخطوة اللي وراها شنو؟ نجي نقول put وارجع اقول هاي ال put الكم مو الي put d equal m d dash equal 1 then the auxiliary equation is راح تصير m كيوب ماينص 4 m سكوير في 1 بلس 4 m في 1 سكوير equal 0 حصلت الـ auxiliary equation هسه أحلها بالنسبة للـ m solve 4m أطلع الام عامل مشترك يبقى لي m سكوير minus 4m plus 4 equal to 0 أحل هذه هاي طبعا مال تربيع فتصير m في هي مبينة هذا ما تبع بس ما يخالف m m minus minus 2 2 يعني m في m minus 2 تربيع equals 0 سوى مشكلة بعد بهالشكل بهالشكل أنا بالنتيجة حصلت إذن m1 equal 0 أما عندي الـ m equal 0 أو m minus 2 أما m1 equal 0 أو m2 equal m2 equal 2 يعني m minus 2 equal 0 بالتالي m equal 2 أو نعم ذني ركزوا ذني roots مو solutions يعني مو اجي مثلا اشوف دني يساوي 2 فاخذ بس وحده لا دني روتس ثلاثه نحتاج هنا مثل ما تلاحظون اجي اقول اذن the complementary function equal f1 of y plus m1 x اللي هي 0 x plus f2 of y plus m2x اللي هي 2x plus f3 of y plus m3x اللي هي 2x هذني متشابهات وحط هنا أنا x عندي بعد واحد متشابه مثلا بعد عندي m4 يساوي 2 فأقول f4 of y plus 2x وأخلي x سكوير زين ال particular integral equal 0 and then the complete solution equal complementary function plus particular integral
ويساوي F1 of y plus 0x أو F1 of y plus F2 of y plus 2x plus x في F3 of y plus 2x. هذا هو ال complete solution. عفو z equal complete solution z equal h z.